النجم العالمي ومستشار نادي بيراميدز كابتن ميدو، برحب بيك. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ حبيبي الحمد لله تمام. كابتن ميدو، يعني سريعا، قصة رمضان صبحي وعدم انضمامه للمنتخب والجدل الكبير اللي أثير خلال الفترة اللي فاتت، ايه حقيقة القصة دي؟ لا يعني طبعا للاسف تم اقحام اسم رمضان صبحي في مشكله ايمن اشرف، وناس كتيره يعني قرنت ورددت ان اشمعنى رمضان، وناس اتكلمت بجهل عن الامر، ان ناس مش عارفه ايه هي الحقيقه، طلعت وقالت ان وناس يعني شغاله في الميديا وشغاله في الاعلام، ناس يعني واضح جدا ان هم بينفذوا اجنده خاصه، الأجندة بتاعتهم بغض النظر عن مصلحة منتخب مصر وبغض النظر عن ايه هي الحقيقة. انت عارف يا استاذ ان احنا دورنا كاعلاميين ان احنا ندور على الحقيقة طبعا، ولما نعرض او نستعرض شيء في اي برنامج احنا مسؤولين عنه على المستوى التحريري او المستوى الاشرافي او حتى على مستوى التقديم، لازم اكون معايا الحقيقة كاملة عشان هي دي اهم حاجة اي اعلامي ممكن يقدمها، الحقيقة. في ناس عندها اجنده خاصه اقحمت اسم رمضان صبحي في مشكله ايمن اشرف وقصه استدعائه لمنتخب مصر، والمشكله الكبيره اللي احنا عايشين فيها بقى 48 ساعه بتاعت كابتن هشام البدري، القصه اللي احنا اللي انت عارفها. الناس طلعت قالت ان رمضان صبحي ما عملش كشف طبي وما تعرضش على جهاز الطبي للمنتخب، وده كذب وافتراء وجهل بالحقيقه. هقول لك انا الحقيقه، رمضان صبحي عنده اصابه في منشأ العضلة الخلفية، وعنده التهاب في منشأ العضلة الخلفية بعد المباراة، مباراة افريقيا بتاعت تنزانيا بتاعت بيراميدز، تم التواصل مع الدكتور ابو العيلة، والدكتور ابو العيلة يعني راجل موجود حي يرزق، ممكن يتم سؤاله في هذا الامر، والدكتور ابو العيلة طلب من رمضان صبحي فور وصوله مطار القاهرة ان هو يعمل اشعة ام ار اي، اشعه رنين مغناطيسي، لانه هو عنده اجتماع مع الكابتن حسام البدري الساعه 11 صباحا في نفس اليوم. رمضان صبحي اول لما وصل مطار القاهره الساعه 8 الصبح راح عمل، كان النادي بيراميدز حجز له ان هو يعمل اشعه ام ار اي في احد مراكز الاشعه الشهيره في مصر، راح عمل الاشعه، ويمكن تقرير الاشعه يكون موجود معاك. معانا بتعرضه، هنعرضه دلوقتي. لا اعرضه يعني وانت بتتكلم معايا. واضح جدا في تقرير الاشاعه اللي طلع ان بيقول ان رمضان عنده مسح في سترين في منشا العضله الخلفيه والتهاب في منشا العضله الخلفيه من جريد 2، يعني من الدرجه الثانيه، مما يتطلب راحته على الاقل 12 يوم. رمضان خد، عشان الناس اللي بتقول ان رمضان ما تمش برضه، عشان هو الطار اللي موجود مع رمضان مش عارف ليه، رغم ان القصه انتهت خلاص مفيش مشكله. رمضان خد صوره الاشاعه وتوجه لعياده الدكتور ابو العيله قبل اجتماعه مع الكابتن هشام البدري، وعرض عليه الدكتور ابو العيله دكتور المنتخب، كشف على رمضان وشاف الاشاعه وشاف التقرير، وبناء عليه رفع تقريره على الكابتن هشام البدري بان استحاله استدعاء رمضان صبحي للمعسكر ده لمنتخب مصر. دي الحقيقه كلها اسلام. احنا عارضين وحضرتك بتتكلم، عارضين يمكن التقرير الطبي الخاص برمضان صبحي وده يمكن وده يمكن حاجه خارجه ليكم، اكسكلوزيف خاصه ليكم، مش موجوده في اي مكان تاني. يعني مش موجوده في اي مكان تاني. دي الاشاعه، دي صوره الاشاعه بتاريخها. لو شفت على الحاجات اللي معموله بالاصفر الهايلايتد، يعني انا مش قدامي، انا مش متفرج عليها، هتلاقي ان مكتوب ان في السطر الاول مكتوب ان في تمزق شد في العضله، تمزق في العضله الخلفيه جريد 1، وفي في السطر اللي تحتيه ان في التهاب جريد 2 في منشا العضله الخلفيه. طيب هل انت شايف انها يعني في اطار الحمله اللي من ساعه، انا بكلمك بمنتهى الوضوح، اللي هي موجوده على رمضان صبحي؟ يعني مش عايز اخش في الحقيقه، احنا كلنا عارفين ان مش ما عندناش مشكله في الكلام ده، رمضان لعيب شجاع، وزي ما انا قلت قبل كده طبيعي ان هو يبقى فيه نقد للعيب، لعيب خد اختيار والاختيار بتاعه اللي هو خده
عكس توجهات كتيره كتيره موجوده، وهو خد قراره ولازم يتحمل مسؤولياته ويبقى شجاع. وهو من اول لحظه موجود فيها في بيراميدز راجل شجاع، رغم من احسن اللعيبه اللي بتعدي في الدوري في الدوري المصري، واحد من هدافين الفريق، وده اللي كانت اداره بيراميدز متوقعه منه لما تعاقدت معاه. لكن ما عندناش مشكله، حمله مش حمله، مفيش اي مشكله. لكن هو الموضوع كله ان لما ناس تطلع في الاعلام وناس تطلع في الميديا وناس اعلاميين تطلع وتقول معلومات مغلوطه عشان تنفذ او تخدم على اجندتها او تخدم على التعليمات اللي هي واخداها، لا ده غلط وعيب. احنا بنطلع بنقول لكم، انا ممكن اكون في سنه اولى اعلام، لكن بقول لكم ان المفروض الطبيعي ان انت لما بتعرض مشكله، لان هنخلي شكلك وحش. اهو خلينا شكلك وحش، انا هو ده عرضنا الحقيقه. ما كناش يعني كنتش اتمنى ان انا اطلع صوره الاشاعه وكل الكلام ده كله، لكن خلاص طالما الناس بقى في داوتس وفي شكوك وفي الناس بتربط امور ببعض، خلاص التقرير موجود قدامكم. الدكتور ابو العلا موجود، دكتور مصطفى المنيري دكتور رئيس الجهاز الطبي بيراميدز موجود، تم التواصل مع ما بين الدكتور مصطفى المنيري وما بين الدكتور ابو العلا، والامور مشيت باحترافيه كبيره جدا، وبناء عليه تم اتخاذ القرار باستبعاد رمضان صبحي من المعسكر ومن المباراتين بتوع كينيا وجزر القمر. طبعا أنا